عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكيف. اليوم خليناكم كيكة يا جماعة، كيك والله. بس شوف الله يعطيك العافية، والله من بدأنا نقول إلا طاح الباب. مجودي لا لا يا حبيبي نكمل ذا هيلة بالأشحب. هذا كل ما قلنا نسوي معاه مقابلة شعرية رفض، سحب كشتك يا بابا. عطنا لا هو بعد ما غسل كم فنجال ضاق صدره ذاك اليوم وقال ما تقدروني ولا شيء. وش فيه ذا؟ وش فيه ذا؟ يا والحال، واحد معه تمساح والثاني بسه من حاجه فيها انفصام. شوف انت معنا ولا معهم؟ شوف طبعا يا جماعه هذه حتكون الحلقه، اصلح كيش يا جماعه انتبهون بس خلاص انكشف. هذه الحلقه الاخيره من نادي العصابه لان الثلج على الابواب، فاحنا بنخلي الاوربيز في الثلج على درجه ناقص 30 وبنشوف الاوربيز وش بيكون ان شاء الله اذا جت ثلج. لكن اليوم بنسوي اخر تحدي ان شاء الله بشاركون فيه العصابه، ويكون فيه تحدي جوائز كثيره، علب تونه، علب قشطه، مؤونه يا جماعه مؤونه. شوف الاوربيز كيف، والله تطور يا جماعه. عموما اليوم عندنا ثلاث تحديات، اللي يبغى يلعب حياه الله، اللي ما يبغى يلعب حياه الله برضه. زين عندنا تحدي في الاوربيز، وتحدي ممشى الصابوني، والترامبولين. زين حنبدا اول شيء بالتحدي الصابوني، تاخذ في فمك ملعقه ونحط اكبر اوربيز وتمشي، يعني تمشي بسرعه ما تطيح. ايه اللي يفوز له $20. زين وبعدين نحط الاوربيز هنا، نعبيه اوربيز، يكون معاك صحن غضاره اللي تسمونه، تنجز واكثر عدد تعبيه من الاوربيز تفوز. طيب هنا بخليها لكم مفاجاه، ايش رايكم نقولها الحين؟ تعبان ليش يا ابوي؟ والله اي شيء منك. ايوه يا بابا، انا احط تمساح، احط غراب، خلاص بس ما احط ثعبان، حرام انا ما اخوف عيالي. زين عناكب صغيره اي صح. حلوتي هذه نزلت اليوم فيديو، تابعوها في القناه بتوصل المليونين ان شاء الله. يا سلام، اكثر 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 اكثر. طبعا هو في مويه، لو لاحظتوا مويه مع الزرع، مشي خلاص خلاص ياس. ها انا الحكم ببعدينا. يا سلام، انا معي ملعقه الان، بسم الله. الله شكرا حق اللي في المطبخ. ادري هذا ملاس ذا. لا عندنا ملعقه ثانيه، اللي يبي هذا مي مشكله، بس هذه عبيها مره. اوكي بابا اسنانك، انا امزح معك. يلا ماما تزود الرغوه عشان نضمن انه يطيح هناك. لا بسم الله عليك، لا يمكن يفوز. ايوه في النص. ايوه يا سلام عليك. بسم الله، امسك فمك، لا تاكل الملعقه ولا تاكل الاوربيز. يلا عزوز، اذا اسرع انت تفوز. يلا 1 2 3 بدا الرجال اصلا. مش طيب، يلا سلك. ما حد عزوز لا هنا 1 2 3 خلاص نشوف اللي بعده سكي جاء في وقتي. يلا تبغى تلعب هالملعقة يا بابا؟ شور يس. يلا والله انك تغرفين الرز يا شيخة. ايه ليش نقصتي؟ عبيه. ايوه يا سلام عليك. كذا بتفوز ذي غصب. ها هذا مو كورن فليكس بابا، كيف فمك ذا؟ يلا ها نشوف. طاح، خسرتي. يلا طيب اسرع بالشراب. طيب شوف والله، شوف ريما هذه، وشو بارد. ايوه خلاص واخر بعد اشوف. باقي ثنتين خسرت.
خسرت ما مشكله انت يلا جوانا انت اخر واحده بسرعه وش تسوي ما لقيت الا جوانا صح اكيد يلا 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 يا جوجو لا تاكلين الملعقه جوجو لا تسرعي يلا خذي راحتك يلا او 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 كفو يا الثقه كفو يا الثقه شوف 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 كيف هذا كيف سويتي لا وتسحب تسحب كذا كنا مايكل جاكسون ايوه صح ايوه عزوز عزوز يلا يلا خلوا ان شاء الله عليها يا بابا خلاص يا بابا معلش معلش طيب نشوف الحين التجربة هذه اوه انقزوا او ماي جاد حلوة بابا صار مفروم خلاص وقف خلاص عرفت التجربة هذه الحين بنعطيكم احنا بنجمعها زين احنا الحين بنجمع اكبر عدد من الاوربيز هنا واللي يجمع بهالصحن هذا التحدي واللي يجمع بهذا الصحن هو الفايز حبات يلا ما مشكله الحين نشوف هلا يا شيخ يلا الدفعه الثانيه واخر عزوز واو ما توقعتها هذه اخر دفعه وي عزوز انقذ اكثر ما عندك وبيدينك تقدر تاخذ اللي تبي نشوف بعدين نعدها اوكي يلا ما قلت نعد نسوي كذا يلا وش عزيز سيداون صح ذكيه جوجو سيداون جد عزيز يسهل عزيز ولا شيء حط الصحن حط الصحن تحت اوه واو يو ار سمارت ما شاء الله عليك جوانا التحدي حيكون قوي التحدي حيكون قوي خلاص يلا وشو مره ثانيه اوه برافو عليك اوكي متن والله ما شاء الله عليك انت عبيت الصحن خلاص بطي لي الريبورت تطلع يلا نظارتك حبيبي يو ريدي يس واو اوف طلع معاك كم حبه كبير ايوه واو ايوه يا سلام يلا يا جوانا واحد اثنين ثلاثه واو اقوى اجين يلا يلا واحده ثانيه يا حبيبي والله اشوف كم حب بابط عصفور والله يلا اخر مره يلا نقطتين بعد يلا اشوف يلا حاولتي صح ان شاء الله المره الجايه ها يور تيرن يلا جو اوكي بس اللي كان هاف تشين او معانا مجودي الله يعيش الجو بابا مو هو بنار تدور حولها انت هنود حمر وش فيك امبل امبل شو لحظه 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 يا حبيبي يو سو اميزنج مان شكرا يا حبيبي خلاص يا حبيبي يو وين خلاص يو وين يا حبيبي والآن يلا. مع الحلقة الأخيرة والباب الضائع والله العظيم مسوي لي أزمة طاريمة يا جماعة انسحبت زين خلاص المشكلة مداريه ترى وش صار مداريه خلاص سوي لنا سناك خلاص يا بابا اللي انسحب انسحب هذا مصلحتك أنت وجوانا المصلحتكم تنسحبي ولا لا سيزر سلد زلطة زلطة يلا الحين نقول لكم وش التحدي الاخير هذا يلا لف راسك انت وياه اي ادخل في التحدي لو سمحت لا.
لا ابدا هذا نعفطه اوه هذا نحط زينة لا حد يغش خليكم هناك او ماي جاد مسكينة ريما مسكينة قايل لها حيدا يلا يلا تعالوا سنيك تعبان هذا يتحرك قاعد يتحرك يقول بابا حط شوية ديناصورات على شوية سلاحف ديناصور طيب خولة طلعي جوالك نبغى نحسب 30 ثانية للواحد تفضلي 30 ثانية وش رايكم ولا تبغون أكثر أكثر والله 45 45 ثانية طيب شوفوا يا حبايبي اللي ما تعرفونه فيه أكياس مالية موزعة هنا يا أبو الشباب مو قاعدين نبني لا هذا بيدور ترى بيساعدني بجد والله ما شاء الله عليه جابها شافني عندكم 45 ثانية تقريبا 9 أو 10 أكياس والله نسيت صدقي المهم اللي جمعها هي له وبنشوف في الأخير من اللي بياخذها خولة جاهز يا ويل حالي جت الرشاوي ذي أنا ويا أصدقاء اثنين انطلق بسرعه بسرعه جوا جوا ايوه ايوه اجلسي عادي اجلسي كويس جوانا جوان يلا 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 والله اني وزعتها كم راح الثواني اوه يا حظك يا جوانا يلا يلا شفتك تغششي او ماي جاد يلا اعطيهم نص دقيقه ها بسرعه دوروا في الحواف دوروا في الحواف الحين هذه كلها جوانا عزوز ما طلع شيء اي بس جوانا عزوز يا الهي عزوز عزوز كنت اوه جوانا والله كسرت الرقم القياسي في الحظوظ بسم الله ما شاء الله عليها يلا 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 اكثر يلا يا عيالي يلا حاول بعد ها عزوز شو شو ابو الشباب قاعد الحين ما هي بالسمنت ما هو بلك قاعد نبني هنا عزوز ها يلا عزوز لا 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 عزب كم كيس عندك؟ ما شاء الله ما شاء الله خلص الوقت. وش ذا؟ انا والله حتى نسيت وين حطيتهن. عزوز 2 دولار. 2 دولار؟ 2 دولار. جوانا عزوز 20 اعتزل ها؟ 25 واو 107 بس خلاص الرياضيات عندك ما شاء الله دكتوراه في الرياضيات. ها؟ والله يا جماعة والله فيه المشكلة أنا نسيت والله دوروا شوفوا دوروا هنا دوروا في الأماكن هذه والله من جد يا ويل حالي دوري يلا معهم ها ارفعوا لما كذا ترفعوا اي ارفع الفوق ها كذا خلاص دولار ايه لا يا حبيبي يا الله خلاص وين اختفت خلاص يلا عزوز قم خلاص وشو يلا يا ماما احفري شفتوا كانت قريبة أقول لكم من 22 يلا أيوة كفو يا ماما بطلع الفلوس ما بتروح بابا انتبه على يدك يا بابا بتشيل يدك عورتك؟ لا الحمد لله زين خولي هناك يلا شوف يا ويل حالك كنت بطيح عزوز لقيت هذي؟ لا هذه لقيتها شو قلت غريبة ما في والله بدر ها 1 2 3 4 5 6 7
ثمانية تسعة يا ثنتين يا ثلاثة باقي. والله يا ثنتين يا ثلاثة باقي اللي يلقاها له. مع ان انتهى السباق. كويس. لا لا هي ما ترجع يا ابن الحلال. وش هو؟ ما هو بذور. هي ما هي بذور، ما هو بجرجير. الله يصلح. يا ويل حالي ذا الولد. يا ابن الحلال كأنك بحار من حقين اول. قد جاب يقول كان يسوي نفسه انه لقاها. والله يلا شوي شوي يا ابو الشباب قاعد ما انت في قارب تجدف. يلا خلاص خلاص خلوها تقريبا هي واحدة خمسة والثانية اثنين. نخليها وقت الشتاء لما تثلج بتطلع. تطلع هي بتبين. بيطلع معدي بقطب. يلا يلا ايش فيك يا عزوز؟ الحياة دقائق. خلاص لازم الحياة ايش؟ خلاص شكرا. وشو مستمتعين؟ خلاص غوصوا غوصوا كذا غوصوا. ايش رايك تغوص عزوز؟ اوه نغطي عزوز. لا عشان شعري. عشان نحلق. ما ما نو 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 مليان والله متروش خلاص. مجودي يا ويل حالي. تشيز هذا مو تشيز كيك. اوربيز قاعد يسوي تشيز كيك. شايفه ملون خلاص. جوانس كوكينج شو. This is how you make a cheesecake. باب شو باب. هاي انا تشيز كيك. لا 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 اعطوني واحده كبيره. خلوني افجرها. اعطوني واحده اشوف. لحظه يا ناس ريحتها عاديه جدا. ما في شيء ريحه. اللي يقول ريحتها معفنه. ريحتها مويه ما في شيء. وش هذا؟ فصه. فنطت في راسها. ها وش هو؟ بشره. شوي. ايوه بالملاس. خلاص 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 خلاص. لاحقين على الثلج. لا ايش دخلني. خلاص. يلا هجوم على ماما. لا هجوم. يلا عشان ماما تغسل. خلاص شو مستانس مجودي. This is mommy. لا لا يلا خلصنا. والله خلاص. يلا حبايبي. ايوه شوف الانتقام. لا يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يلا خلاص حبيبي. خلاص يلا ما اعرفكم. يا حبيبي يا مجود. عزوز لا خلاص يا ويل حالي ذا الباب. خلاص لا بابا لا تدخلين هالبيت. لا ماما حتزعل. تعالي. لا يا حبيبي لا خلاص مجودي. تكفى يرحم لي امك. وبعد الحلوين ما اخذوا شاور. يس صار نظاف. قالوا لك وش اللي صار؟ لا انا مش الفيديو. ايه يلا ما شوف الفيديو معنا لا حد يقول لها شيء. والله ما شاء الله عليها ريما هي اللي مضبطتنا. يب شفتي انت وانت مرتاحه. اي اهلتها. ها بنت شطوره ما حد اكل. انا ما اكلت سناجب. مجودي ورز صحن يا بابا. شوف النوم في عينه. قول بسم الله. بسم الله عليك. يلا سمينا بالرحمن. بسم الله. واتمنى يا رب عجبكم هذا الفيديو. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسونا لايك وشير وسبسكرايب. واهم شيء سبسكرايب. باي.